السلام عليكم وأهلا بكم. زار وفد من ميليشيا الحوثي اليومين الفائتين موسكو، والتقى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بعد زيارته للعاصمة الصينية بكين، التي أعلنت عقب الزيارة دعمها للرئيس هادي وحكومته الشرعية. زيارة الحوثيين لموسكو ليست الأولى، لكن هذه المرة تزامنت مع محرقة حلب السورية وتصريحات عسكريين إيرانيين بأن الدور المقبل على البحرين واليمن. نتوقف مع هذا الحدث لنناقشه في محورين: ما مغزى ورسائل التصريحات الإيرانية حول اليمن، وكذلك زيارة الحوثيين إلى موسكو، وما ملامح الدور الإيراني الروسي المرتقب في اليمن والمنطقة بشكل عام. إذن جولات مكوكية يكتنفها الغموض ويقوم بها الحوثيون بمعزل عن حليفهم المخلوع في الفناء الخلفي لإيران وإلى موسكو لحشد الدعم السياسي والاعتراف الدبلوماسي بإجراءاتهم السياسية المرفوضة من قبل المجتمع الإقليمي والدولي. جولات تزامنت مع تحولات جديدة تشهدها المنطقة، خاصة مع محرقة حلب السورية التي تعدها طهران وموسكو انتصارا لمشروعهم وإيذانا بتحويل فائض قوتهم الحالية لدعم الميليشيات الطائفية في البحرين واليمن، بحسب تعبير نائب القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني. الكثير من الرسائل تحملها هذه التصريحات والتحركات، والقليل من المعلومات والتفاصيل حول مضمونها، لكنها بشكل عام قد تحمل ملامح دور إيراني روسي أكثر فاعلية في المنطقة. تفاصيل أكثر نتابعها في تقرير الزميل محمد القاسم. في فلك مشحون بالاصطفافات يتحرك الحوثيون لطلب الدعم السياسي والاعتراف الدبلوماسي، تحرك تصحبه الكثير من التصريحات الإيرانية الزاعقة حول اليمن بالتزامن مع محرقة حلب السورية التي تعدها طهران وموسكو انتصارا لمشروعهم وإيذانا بتحويل فائض قوتهم لدعم الميليشيات الطائفية في بلدان أخرى في المنطقة. آخر التصريحات كانت على لسان نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، والذي قال إن مشروع الجمهورية الإيرانية سيمتد إلى البحرين واليمن. أضاف المسؤول العسكري الإيراني أن شعب اليمن سيسعد، وهذه وعود إلهية حسب تعبيره، لافتا إلى أن بلاده لا تزال تقدم دعما غير محدود لجماعة الحوثي. ليست هذه التصريحات الأولى ولن تكون الأخيرة بالنظر للدور الإيراني الواضح في اليمن منذ ما قبل اجتياح الحوثيين للمدن اليمنية والانقلاب على الدولة، لكنها الفاصلة في رسم ملامح المرحلة المقبلة إلا إذا عصفت الرياح بما لا تشتهي طهران ذاتها. في الفناء الخلفي لهذه الدولة يدور الحوثيون بحقائبهم المليئة بالدم والمؤامرات، وما بين هذا الفناء وموسكو يتجولون لحشد المزيد من الدعم والإسناد. آخر جولاتهم كانت إلى بلاد الكرملين في إطار تحركات غامضة بدأت قبل أسبوعين بزيارة العاصمة الصينية بكين. وفي موسكو التقى وفد الميليشيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف. لم يعلن عن الزيارة إلا بعد انتهائها، ولم يكن اللقاء اليتيم بين ممثلي الميليشيا وبوغدانوف دون جرعة الثقة المؤقتة والحماية غير المباشرة التي منحتها روسيا لضيوف الكرملين، ضيوف يعتبرهم اليمنيون وتصنفهم القرارات الدولية كمجرمي حرب. لا تجد موسكو تعارضا على ما يبدو بين دعم الانقلابيين في اليمن والتأكيد على الحل السياسي وشرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي، فتلك منهجيتها في المناورة السياسية والدبلوماسية في المنطقة. وبينما يرى محللون أن زيارة هذه لا تشكل إضافة مهمة للمكاسب السياسية للحوثيين ولن تحقق أي اختراقات مهمة تؤثر على مسار الأزمة في اليمن، يرى آخرون أنها مساعي لإغراء الروس بدور أكثر فاعلية في اليمن على غرار إيران. وبين هذه التحركات ومغزاها تحتاج الحكومة لاستثمار الوقت وبسط سيطرتها على الأرض، ويحتاج التحالف العربي المساند لحسم الملف اليمني قبل أن تبدأ الخطط الفعلية لإعادة انتشار القوة الفائضة لإيران في اليمن والمنطقة. حياكم الله مشاهدي الكرام من جديد، ونبدأ هذه الحلقة مع الباحث في الشؤون الإيرانية عدنان هاشم. مساء الخير عدنان. أهلا وسهلا بك عزيزي وبالمشاهدين الكرام. أهلا ومرحبا بك. بداية أستاذ عدنان، كيف تقرأ التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن اليمن؟ إلى أين تذهب رياح إيران هذه المرة من وجهة نظرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد بأن إيران ستوجه فائض قوتها باتجاه ناحيتين، الأزمة اليمنية ودولة البحرين من جهة حول المملكة العربية السعودية. التصريحات الإيرانية الأخيرة تشير بشكل واضح إلى هذا المنحى، تصريحات حسين سلامي وتصريحات أيضا علي ولايتي وتصريحات المسؤول في العلاقات بحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف. هذه التصريحات قد
تتحدث بشكل واضح بأن هناك تدخل، بأن إسقاط حلب هي مقدمة لتدخلات أكبر وأوسع، فائض قوة سيتمدد أيضا إلى حدود المملكة العربية السعودية من الناحية الجنوبية. الميليشيات الشيوعية التي دخلت حلب قد يمكن أن ترسلها إيران أيضا إلى اليمن في حال استطاعت أن تحسم معركة الموصل خلال فترة قريبة أعتقد قبل وصول ترامب. نعم. إيران وروسيا استطاعت بشكل أو بآخر أن تحسم معركة حلب قبل وصول الإدارة الأمريكية الجديدة، وأيضا يعتقد بأن معركة الموصل ستكون بهذا المنحى. نعم. هذا السياسة الإيرانية والسياسة الروسية ستختبر القيادة الأمريكية الجديدة في اليمن، وأعتقد بأن تدخلات أوسع وأكبر وضغط أكبر سيمثلها على المملكة العربية السعودية وإضافة إلى تركيا ودولة قطر. نعم. المسؤول العسكري الإيراني حسين سلامي، أستاذ عدنان، كيف تقرأ تصريحاته بأن الشعب اليمني سيسعد بعد الانتصار الذي حدث في حلب، وأيضا يعني سيسعد أهل البحرين وأيضا من هم في الموصل؟ أعتقد بأن تصريحات حسين سلامي هي تنم عن خطة إيرانية واسعة، خطة تستهدف أن شبه الجزيرة العربية. تصريح حسين سلامي يفسره تصريح العميد رمضان شريف الذي يتحدث بأن إسقاط حلب هو بداية لتسوية سياسية واضحة المعالم في اليمن. أيضا يفسر تصريح حسين سلامي التهديد الذي أطلقه على ولايات أمس الأربعاء بأن سيكون لن يستطيع الرد على التصريحات الجبانية التي تحدث فيها أن إيران تتمدد مذهبيا وطائفيا في الشرق الأوسط، وأنه سيتم الرد عمليا. الرد عمليا يعني بأن أن تؤثر على الأمن القومي للمكرمة السعودية، وتأثير الأمن القومي للمكرمة السعودية يمر عبر محورين، يعني أن لدى إيران جماعة من الداخل السعودي ستبدأ، أو أن بالتأكيد بأن جماعة الحوثيين هي تقوم بهذا الدور من خلال ضرب الحدود السعودية بواسطة صواريخ إيرانية. أيضا نعم. الأزمة الأوضاع في البحرين ستدخل إيران بشكل أوسع فيها، وستحاول عملية ضغط إقليمي وداخلي. نعم. طيب أستاذ عدنان، تكرم بالبقاء معنا، نشرك معنا في الحديث رئيس مركز الإعلام والدراسات الروسية الدكتور ماجد التركي. مساء الخير دكتور ماجد. دكتور ماجد، هل تسمعني؟ إذن يبدو أن فقدنا الاتصال برئيس مركز الإعلام والدراسات الروسية الدكتور ماجد التركي. يعود إلى الأستاذ عدنان هاشم. أستاذ عدنان، مدى واقعية حديث المسؤولين الروس أيضا عن دعم للحل السياسي في اليمن في ظل مواقفها المنحازة بشكل واضح للانقلابيين وأيضا للمشروع الإيراني؟ أعتقد بأن روسيا اللقاء الذي عقد في موسكو يوم أمس بين الوفد الحوثي وميخائيل بغدانوف هو عبارة عن توصية إيرانية حدثت الأسبوع الماضي. ميخائيل بغدانوف كان موجود في طهران الأسبوع الماضي والتقى حسين أنصاري الذي مدح حكومة الحوثيين وحاول أن يعطي حكومة الحوثيين أكبر من حجمها بأنها لا تؤثر على عملية السلام. لقاء المسؤولين الحوثيين بميخائيل بغدانوف هي عبارة عن توصية إيرانية أو مجاملة روسية لإيران مع أحداث حلب ومساهمتها الكبيرة مع الميليشيات الشيوعية. في واقع الأمر أيضا لا يمكن أن نتحدث أيضا أن الدبلوماسية الروسية بعيدة عن الوضع في اليمن. لاحظ أن التسريبات التي كشف عنها التلفزيون الأيام الماضية تتحدث أن هناك توصيات قامت بها القائمة بعمل السفارة الروسية في صنعاء للحوثيين. نعم. تتعلق بأعمال دبلوماسية وأيضا بمبادرات. كل هذه المواضيع تتجه من ناحية أخرى بأن روسيا تحاول أن تؤثر في الملف اليمني. أيضا لاحظ بأن يوم أمس الأول كان مبعوث الرئيس الروسي موجود في أثيوبيا وتحدث أيضا عن الموضوع اليمني حسب مقال التاس. روسيا هي تحاول أن تؤثر أيضا في الموضوع اليمني بشكل أو بآخر من أجل الضغط أيضا على السعودية. نعم. لأجل مصالح إقليمية. نعم. طيب أستاذ عدنان، اسمح لي أن أشارك معنا في الحديث رئيس مركز الإعلام والدراسات الروسية الدكتور ماجد التركي. مساء الخير دكتور ماجد. أهلا وسهلا، مساء الخير والعافية. أهلا ومرحبا بك دكتور ماجد. أنت في البداية قراءتك لتصريح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني بأن اليمن والبحرين ستسعد بانتصار ربما حليفهم الأسد في حلب، وأيضا تحركهم بشكل واضح، ربما يقول الأستاذ عدنان هاشم بأن الخطوة القادمة هي الخليج. طبعا الصوت الإيراني هذا يعني نسمع هذا الصوت منذ الثورة الخمينية، الأمر ليس بغريب، وطبعا من جانب آخر هو جزء من واقعية المشروع الإيراني
بعيدا عن الإسلام، بعيدا عن كل الدعاية الإعلامية التي يقدمها الجانب الإيراني. هو مشروع طبعا فارسي صفوي يلتقي مع المشروع الإسرائيلي، هناك عمل منسق ما بين الجانبين. طبعا الإيرانيين يعني ناجحون في المسار الإعلامي، عندهم قدرة على تسويق مشروعهم أولا، ثانيا عندهم قدرة على أن يشعروا الآخرين بأنهم نجحوا وحققوا، وهذا طبعا خلاف الكثير من الوقائع. نحن لا يعني لا نخفي أنهم نجحوا بالمساعدة الأمريكية في السيطرة على الساحة العراقية، وأنهم يسعون الآن للسيطرة على الساحة السورية بتواطؤ أمريكي وبغطاء روسي. هذا الأمر نحن يعني نسلم به، ولكن في المقابل هذا التسليم لا يعني أن إيران كما تدعي أنها انتصرت إطلاقا. هناك مقاومة يعني شعبية حتى من الشيعة العرب في العراق ضد المشروع الإيراني. هناك لحمة قوية جدا في الداخل السوري، وإن كان حقيقة هناك يعني مماهات دولية لهذا الأمر. نعم. طبعا الجانب الإيراني يحاول أن يسوق هذا الأمر إلى 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 الداخل اليمني، ويحاول أن يشعر الآخرين بأنه متقدم في اليمن. في الحقيقة لا، يعني يجب أن يكون صوتنا الإعلامي نحن أكثر واقعية، ويبين أنه ما هو على الأرض ولله الحمد في اليمن يختلف على ما هو في الإعلام مما يسوق له الجانب الإيراني. نعم. سواء من خلال إظهار أن هناك لقاء مع الجانب الروسي أو أن هناك نجاحات على الأرض. نعم، ربما هناك تخوفات سيد ماجد بأن المدة الزمنية التي طالت في اليمن وعدم تحرير اليمن الآن لمدة سنتين، وربما الكثير يلجأ السبب بعدم اتخاذ يعني قرار سياسي سواء من التحالف العربي أو قرار سياسي وعسكري مرتبط بالتحالف العربي في بدرجة أساسية، لو اتخذ ربما كان الوضع تغير تماما، والوقت ليس بصالح اليمن كلما تأخر، وحقق يعني إيران وحلفائها ودعمها في سوريا ربما ينعكس ذلك على الأزمة في اليمن، وتجلى واضحا ربما الآن بالتحرك الحوثيين بزيارتهم لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بيغدانو. أستاذ الكريم، يجب أن يعي الشعب اليمني والشعب العربي المعادلة بوجهها الحقيقي. التحالف والشرعية من أولوياتهم الحفاظ على سلامة المدنيين وسلامة البنى التحتية لليمن، خلافا للانقلابي والحوثيين هم لا يهمهم هذا الأمر، بل نحن نعرف أن هناك قصف عشوائي على المناطق السكنية، وهناك إرهاب للناس، وهناك عمليات اختطاف وقتل، السجون ملأة. هذا الفارق في المعادلة. القضية ليست قرار سياسي، القضية موازنة فيما الأمر. يعني عملية الطيران والقصف قد يصيب المدنيين، لذلك هناك تحفظ كبير جدا من هذه الزاوية. الزاوية الأخرى أن ما على الأرض يا أخي مبشر، نحن في المركز عقدنا حلقة شارك فيها يعني مسؤولين يمنيين من الجانب السياسي والشعبي والعسكري، والوقائع على الأرض على غير ما نرى في هذا في الإعلام، بالذات القوة العسكرية اليمنية التي نزلت على الأرض والجيش اليمني. صحيح أن هناك ضغط دولي، وهذا الذي يجب يفهمه الشعب اليمني. نعم. أن هناك ضغط دولي بالذات من الولايات المتحدة الأمريكية أن لا يكون هناك حسم عسكري، ولكن هذا الأمر لا يتماهى مع الخطة التي وضعها التحالف. قضية نعم قرابة السنتين، نعم هذا مؤلم، التحالف يخسر كثير جدا. الجانب الحوثي وذراعهم إيران هم يراهنون على الوقت من زاويتين. نعم. زاوية الضجر الشارع اليمني، وزاوية يعني الإرهاق المالي والعسكري لقوات التحالف. نعم. ولكن هذا لن يتحقق لسبب. نعم. أن الشارع اليمني بدأ يدرك أن خصمه الحقيقي هو الحوثي، وأن الحوثي صاحب مشروع أجنبي وليس صاحب مشروع وطني. الجانب الآخر أن التحالف وضع أمامه رسالة، وهو أن يعيد الشرعية، ترجع الشرعية سلميا أو ترجع الشرعية عسكريا، هذا الأمر لا جدال فيه. الأخطر هنا بين هذا وهذا أن نعم. هناك مشروعات دولية تطرح من أجل القضاء على المشروع الشرعية. المجتمع الدولي وللأسف الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرة الاتحاد الأوروبي بدرجة أساسية نعم. يحاولون الالتفاف على قرار 2216 وعلى الشرعية الدولية لحكومة عبد ربه هادي منصور، ويحاولون أن يطرحون بديل يكسرون في هذه الشرعية
ثم من خلال البديل تتم التحولات. نعم. وهذا هو الخطر. ربما تحرك نعم ربما تحرك وفد الميليشيا سيد تركي جاء في هذا السياق، هل باعتقادك سيثمر عند بهذا اللقاء في روسيا عندما التقى بنائب وزير الخارجية الروسية؟ الذي أطمئنك عليه أن الجانب الروسي يعني يتماهى كثيرا جدا مع موقف التحالف العربي، ويجدد في كل فترة أنه مع الشرعية ومع التحالف العربي، وأنه يقف الحياد الإيجابي. الحوثي يحاول، وزار أكثر من مرة وقدم الإغراءات بصفقات سلاح مؤجلة القيمة لاحقا قبل قرار 2216 من أجل الصوت الروسي. نعم. ولكن الجانب الروسي رفض هذا الأمر، ولا زال الجانب الروسي متمسك على أنه في الحياد الإيجابي، بمعنى أنه مع الشرعية. الحوثي يحاول أن يسرب، يحاول يجري لقاءات، ولكن ولله الحمد والمنة أن الأمر لا زال فاشلا، ولكن يحتاج منا صوت يمني شعبي بالإقبال على الشرعية، ودائما أن نظهر حقيقة رفض الانقلابي سواء الحوثي أو صالح. نعم. طيب سيد تركي تكرم بالبقاء، ما يعود للسيد عدنان هاشم. سيد عدنان، تصريحات هؤلاء ربما التي تأتي تباعا من قبل بعض القادة العسكريين في الحرس الثوري، هل هي من وجهة نظرك تتبنى وجهة النظر الرسمية بالنسبة لإيران، أم ربما هي عبارة عن تصريحات متشنجة تخضع لعاطفة معينة بعد أي انتصار يحققونه على الأرض كما حدث في سوريا؟ أعتقد بأن هذا هو التوجه الرسمي الإيراني. لا أعتقد بأن الإصلاحيين في إيران يملكون الكثير من الأوراق في مقابل الحرس الثوري، ويملك السلطة والمال، ويملك أيضا السياسة، ويملك القوة العسكرية الرابعة. أيضا لاحظ بأن عندما نحلل الخطاب الإيراني يجب أن نحلله من زاويتين، الزاوية الأولى هي الزاوية الخارجية، والتي تتحدث عن عبارة عن التهديدات التي تطلقها المملكة العربية السعودية، والحديث عن قوى الاستكبار العالمي، وهذا العدو الذي تختلقه إيران من أجل السيادة الداخلية. هذا النظرة. النظرة الثانية بأن عند التحليل الخطاب الإيراني يجب أن نركز أيضا على الداخل الإيراني. إيران تعاني بشكل أو بآخر، المجتمع الإيراني غاضب من السلطة ومن عدم وجود أي إصلاحات اقتصادية وسياسية بحسب ما كان يذيع وما كان ينتشر. نعم. هذه التصريحات هي تريد أن تقول للشعب الإيراني لازلنا في مرحلة حرب منذ عام 1979، وهذه الحرب وهذا هو لأجل حماية الأمن القومي الإيراني، وليس الوقت الآن للإصلاحات أو عن الحديث عن وظائف أو عن إصلاح المشاكل الداخلية في إيران. نعم. طيب أستاذ عدنان، هل باعتقادك أنت أيضا من خلال متابعتك ربما لأي تحرك إيراني يعني بدعم روسي، هل يعني سينجح وفد الميليشيا بأن تثمر زيارته لروسيا بالخروج بأي دعم روسي حقيقي لهم؟ أعتقد لو كان هذا الوفد سيثمر في شيء، كان استطاع الحوثيين أن يجدوا هذا التأييد في أبان المجلس السياسي الذي تشكل في يوليو. نعم. الحوثيون روسيا لم تعترف بهذا المجلس بالرغم من الحضور الهزيل القائم بعمل السفاره الروسيه. ايضا لاحظ بان روسيا هي تتماهى ايضا لديها مصالح كبيره مع المملكه العربيه السعوديه فيما يخص اليمن. نعم. روسيا والمجتمع الدولي مقتنع جدا بان الملف اليمني هو يخص الولايات المتحده الامريكيه ويخص ويخص المملكه العربيه السعوديه، لا دخل لروسيا او حتى الاتحاد الاوروبي في ذلك. اذا ربما تتفق استاذ عدنان. نعم. ربما رايك اتفق ايضا مع السيد ماجد التركي فيما يخص أنه لا خوف ولا قلق من أي تحرك للميليشيا بالبحث عن دعم روسي، وأنه لن يثمر ولن يجدي. شكرا لك الباحث في الشؤون الإيرانية عدنان هاشم، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إلى الأستاذ ماجد التركي. أستاذ ماجد، أنت إذن ربما اتفقت أنت والسيد عدنان بنفس الرؤية، لكن أيضا في المقابل ربما المجتمع الدولي والتحرك الأخير وربما حتى رغبة الأمريكان في دعم الإنقلابيين ستؤثر وتشكل رأي عام قد يؤثر على الشرعية في اليمن، هل يعني ممكن يؤثر ذلك أم يعني لا مجال للحديث في أن الشرعية في اليمن سيتم التحايل عليها بأي قرار معين يضرها ويضر القرار الأممي 2216؟ شو السيد الكريم، الفترة الانتقالية الآن للإدارة الأمريكية نعم تعطي فرصة إلى محاولة كسب مزيد من السباق على الأرض،
جون كيري حاول يعني كثيرا أن يبرر مشروعه، وهو مشروع مخادع جدا، وتم تصميمه وإعداده بالتوافق مع الجانب الإيراني، لأن كيري وللأسف جند نفسه سفيرا ووزيرا خارجيا لإيران في الملفات الأقليمية، ولذلك كيري أصبح شخصية مكشوفة، أصبح شخصية معروفة أنها كاذبة على المستوى الإقليمي، شخص يعطي وعود كاذبة ولكن لديه أجندة من تحت الطاولة. لذلك فشل كيري ولم يجد الترحيب ولا التلاقي، وبدأت الإدارة الجديدة لترامب الآن تبدأ تتحرك واتصالات، ونحن نعرف لها الاتصالات الآن مع الجانب الإماراتي، فهناك تحرك الآن. أنا الذي أقوله أن هناك وعي الحمد لله من القيادة السياسية للشرعية، نعم، ومن التحالف العربي بالمخططات التي حاولت مبعوث سفيرة الاتحاد الأوروبي أو جون كيري تمريرها والخداع فيها. نعم. الجانب الآخر هو الجانب الروسي، نحن وللأسف لم نتحرك بصورة أكثر فاعلية مع الجانب الروسي حتى نحول الموقف الروسي من حياد إيجابي إلى فاعلية إيجابية، وهذا هو المطلوب حقيقة، هذا الذي نحن نحتاجه. نعم. وهذا يجب أن يتكاتف فيه الجانب السياسي اليمني مع الجانب السياسي التحالف نعم. العربي لإعادة الشرعية. أشكرك جزيل الشكر رئيس مركز الإعلام والدراسات الروسية ماجد التركي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة إلى الدكتور عمر عبد العزيز في محورنا الأخير. دكتور عمر مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا بك دكتور. أنت قراءتك لتصريحات نائب القائد العالى للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي الذي قال بالنص بأن مشروع الجمهورية الإيرانية سيمتد إلى البحرين وإلى اليمن وربما يلوح بصورة أو بأخرى للانتصار الأخير الذي حققوه في حلب مع حليف بشار الأسد، مما لا جدال في أن هذه التصريحات تصب في مجرى اتجاه المحافظين في إيران أو الجماعات المتطرفة التي تتبع المؤسسة الدينية الإيرانية بوصفها مؤسسة دينية وسياسية في آن واحد. ولهذا السبب مثل هذه التصريحات مألوفة، ليست جديدة وليست المرة الأولى التي يكون فيها مثل هذه التصريحات. دأبت هذه الجماعات المحافظة في إيران على أن تستفز العالم العربي وعلى أن تدلي بتصريحات ذات طابع أيديولوجي وإلى أن تغادر منطق التاريخ والجغرافيا الذي يقتضي منهم أن يتفكروا مليا في أمر العلاقات العربية الإيرانية باعتبارها علاقات تجاور مكاني وتاريخي، وبالتالي يستفيدون الحكمة وهم يلوحون بإمكانية التغيير الجذري في المنطقة العربية باتجاه شكل من أشكال الأدلجة الدينية الطائفية السياسية ضيقة الأفق التي رأينا آثارها الوخيمة في سوريا. وهل باعتقادك نعم هل باعتقادك دكتور نعم ومعذرة على المقاطعة، هل باعتقادك ستنجح دكتور؟ لا أعتقد، يعني منطق التاريخ ونواميس التاريخ والجغرافيا تثبت أن مثل هذا النمط من التفكير نمط قاصر ونمط لا يتناسب تماما مع حكمة التاريخ والجغرافيا، وتبعا لذلك أنا أعتقد أن المحافظين في إيران ساقطون لا محالة، وقد بدت تباشير مثل هذا الأمر في عدد من الثورات الداخلية داخل إيران وعدد من المطالب الشعبية وعدد من التظاهرات التي قمعت بطريقة سافرة أكثر من مرة. نعم. ولهذا السبب لا أعتقد أن هؤلاء أو هذا التيار المحافظ الأيديولوجي الذي يسمى التيار المحافظ لا أعتقد أنه ينظر إلى المستقبل بأفق رائي وبأفق منطقي وبأفق عقلاني يتناسب مع العصر. نعم، لكن التخوف دكتور عمر، التخوف من التماهي للإدارة الأمريكية على الأقل إدارة أوباما السابقة مع المشروع الإيراني ودعمها وتسليمها للمنطقة بشكل ربما بشكل كامل وعلى وجه التحديد الإقليم المتمثل في الخليج وفي اليمن، وهناك دعم واضح لا يخفى على أحد. لا، أنا أعتقد أن اليمين الجمهوري في الولايات المتحدة ورط المؤسسة السياسية في إيران توريط استراتيجي، يتمثل هذا التوريط الاستراتيجي أولا في أنهم دخلوا العراق وخلقوا حالة من القسام والشرخ الاجتماعي الذي سينعكس بطبيعة الحال حتى في إيران. علينا أن نعرف أن إيران بلد متعدد القوميات، متعدد المذاهب، متعدد الأديان، وتبعا لذلك فما فعلوه في العراق وهذه التوريطة الأمريكية للإيرانيين في العراق لم تتوخى فقط المشكلة المجاورة الإقليمية، ولكن أيضا أن تدخل إيران الملالي والمؤسسة السياسية الدينية الإيرانية في صراع استراتيجي مع العمق السني الكبير في العالم العربي وهو العمق الحاضن لماهية الإسلام الوسط التاريخي، أيضا هذه ورطة استراتيجية أخرى. لهذا السبب أيضا الورطة الاستراتيجية الثالثة وهي مهمة جدا هي أن هذه المؤسسة
عسكرت البلاد واصبحت تصرف كل موارد ايران في العمليات في التطوير للاسلحه وفي الاشتغال على خط الاحتلال المحتمل. وتبعا لذلك هذه كلها تمثل مصائد استراتيجيه اوقعها اليمين الامريكي بايعاز من الصهيونيه الدوليه، اوقعوا ايران في هذه المشكله، وعليهم ان يتفكروا مليا. لان ما يبدو لهم نصرا عابرا كما يحصل الان في حلب على سبيل المثال انما هو ورطه كبرى وانما هو هزيمه استراتيجيه. نعم، بالعوده دكتور، لا ادري هل هو واضح الكلام ولا لا، انا اقول لا لا واضح 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 كلامك. المؤسسه السياسيه الايرانيه ان تراجع نفسها وان تعرف ان ما فعله برايمر كان مصيدا لهم. نعم، والولايات المتحده نظام براغماتي، نظام ربما دكتور نظام عمر ربما وضحت هذه الجزئيه. نعم، معذرة منك، ربما وضحت هذه الجزئية بشكل واضح وواضح ما, 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 ما تريد أن قوله في هذه الجزئية، وأنها ربما فخ من قبل الإدارة الأمريكية لإيران. لكن إذا بالعودة إلى ربطنا بما شأن اليمني الآن، زيارة وتحرك الحوثيين ووصول وفد إلى موسكو ولقائه بنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أنت كيف تقرأ هذه الزيارة وهل ستثمر؟ أنا أعتقد أن هذه الزيارة في نهاية المطاف لن تغير الموقف الروسي بالمعنى العميق للكلمة. الموقف الروسي في نهاية المطاف هو مع القرار الأممي 22/16، ولكن في منزلة بين المنزلتين، أي أنهم كانوا مع القرار بعدم التصويت أو بالسكوت إنجاز التعبير. وتبعا لذلك تؤكد روسيا مرارا وتكرارا أنها مع الشرعية وأنها تتعامل مع الشرعية. الشاهد الأكبر على هذه المسألة إيرادات العملة اليمنية التي طبعت في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إيرادات هذه العملة إلى الشرعية وإلى عدن على وجه التحديد. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن روسيا كبلد كبير تنظر للمسألة نظرة متمعنة هادئة، وهي في نهاية المطاف لن تكون إلا مع الإطار الشرعي بمعنى من المعاني. وربما لم يظهر اي يعني اي راي معادي للشرعيه منذ دعمها في القرار الاممي 22/16 وحتى اللحظه، وهذا ربما مطمئن. انهم كدوله كبيره تحتفظ بخطوط متعدده ومتنوعه مع مختلف الاطراف. لا محاله. وهذا تفعله الولايات المتحده ايضا وضمنا. نعم، اشكرك جزيل الشكر دكتور عمر. نعم، لضيق الوقت كنا الحديث معك ربما كان يعني مهما لكن الوقت داهمنا. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الدكتور عمر عبد العزيز، كنت معنا عبر الهاتف من الشارقة. مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقة تقبلوا تحية معد هذه الحلقة الزميل محمد القاسم، حتى الملتقى بحلقة جديدة من زوايا الحدث، نلقاكم على خير، السلام عليكم.